السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولدي من خلاله راح اشارك معكم اخر اخبار محترفينا، اخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري المهمة والعاجلة كذلك. اذا هذا ما سنتعرف عليه، فاذا كنتم تشاهدونا للمرة الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. طبعا اعزائي الكرام، بدون اطالة ندخل مباشرة الى صلب الموضوع. مؤخرا شاركنا معكم اخبار تدل بان جوشوا بوندو وذلك بشكل رسمي راح يكون حكما لمباراة الجزائر والكاميرون. من بعدها خرجت لنا اخبار رسميه اكدت لنا بلي ان الاتحاد الجزائري لكره القدم وبطلب من الكوتش جمال بالماضي يعني قرروا باه يعملوا طعن ضد جوشوا بوندو. يعني الاتحاد الجزائري وبالماضي اللي كان غاضب بشكل كبير جدا بهذا الحكم اللي عيناته الكاف بالماضي، يعني عمل بعض الاوامر في الاتحاديه الجزائريه لكره القدم باه يطالبون الكاف باه يغيروا لنا هذا الحكم. الكاف ما سمعتش بينا، الكاف ما تسمعش بالمنتخب الوطني الجزائري، الكاف صدمت الكوتش جمال بالماضي وايضا المنتخب الوطني الجزائري بصفه عامه وحتى الجماهير الجزائريه. شوف عندنا جوشوا بوندو يعني راح تكون نقطه سوداء في مباراه الجزائر والكاميرون، ما تقولش باللي يا وليد راك متشائم، يعني هاد الصوالح يعني بديهيين، هاد الصوالح فيها يعني حوايج بديهيين. كيفاش باغي تطالبني وتقول لي يا وليد ما تكونش متشائم؟ وجابوا لك أسوأ الحكام، ارضيه الملعب سيئه، وقبل مباراه الجزائر والكاميرون راح يلعبوا مباراه للدور التمهيدي يعني لاحد المنتخبات باه يتاهلوا الى يعني التصفيات المؤهله لكاس امم افريقيا سنه 2023، وتقول لي كونك متفائل؟ كيفاش باغي تتفائل عزيزي الكريم؟ الكاف الحاجه التاليه طالبناها باه تغير لنا الحكم رفضت، وتقول لي ايضا ما كاينش كولسه ولا ما كاينش مؤامره ضد المنتخب الوطني الجزائري. انا ما نحبش كلمه مؤامره، باه تقولوا لي يا وليد راك تتكبر المواضيع، انا ما نحبش كلمه مؤامره، ولكن باه تشوف كل هذه الاشياء ضدك، وخاصه ان الاتحاد الجزائري سابقا عمل طعن بالضبط اعزائي الكرام وقت لعبنا في مراكش بين الجزائر وبوركينا فاسو، وعندما ذلك الحكم جوشوا بوندو حرم رياض محرز من ضربه جزاء شرعيه. الاتحاد الجزائري لكره القدم في ذلك الوقت بعث برساله للكاف وللفيفا ايضا بهاد جوشوا بوندو ما يزيدش يعني يكون حكما ويدير مباريات المنتخب الوطني الجزائري. ولكن بالماضي بالكشاف هاد جوشوا بوندو عين في مباراه الجزائر امام منتخب يعني الكاميرون في المباراه المؤهله لمونديال قطر سنه 2022. كل شيء مدبر وكل شيء كان مخطط له، يعني كي داروا لنا في كاس امم افريقيا زي الكرام امام منتخب بوركينا فاسو كانت عندنا يعني حظوظ ضئيله جدا باه نتاهلوا الى دور 16، طالبناه باه يغيروه وغيروه، ولكن اليوم في المباراه المصيريه ما غيروش. ما تقوليش يا وليد يعني باللي انك راك متشائم، ولا ايضا يعني السياق باللي انه يعني الكاف ما راهيش دير كولسه ضد المنتخب الوطني الجزائري. اصبح كل شيء مباح، اصبح كل شيء مباح، ما كاينش نقطه واحده ايجابيه يعني للمنتخب الوطني الجزائري الا الانصار اللي راح يسافروا باه يعني للكاميرون باه يعني يشجعوا المنتخب الوطني الجزائري. هذه هي النقطه الوحيده المضيئه اللي راها عطيتني امل في المباراة الفاصلة، أما الأشياء الأخرى كلها زي الكرام كلها ضد المنتخب الوطني الجزائري. ربي يجيب الخير، وها هو الدليل الظاهر أمامكم باللي أنه جوشوا بوندو زي الكرام وذلك بشكل رسمي الكاف رفضت باه تغيره. ها هي الظاهرة أمامكم من مصدر بطولة كما تشاهدون الموقع الجزائري، ربي يكثر خيرهم على هذا المصدر بطبيعة الحال وعلى هذا يعني الدليل الظاهر أمامكم الذي أعدوه لنا. على كل حال كما راك تشوفوا اعزائي الكرام كل شيء ضد المنتخب الوطني الجزائري، والله خير تحير، والله غير تحير يا عزيزي الكريم. في بطولة كأس أمم أفريقيا شفنا العجب، وفي المباراة الفصيلة راح نشوفوا العجب، ولحد الآن رانا نتعايشوا مع هذا العجب اللي سلط علينا ضربة واحدة. أرضية الميدان سيئة كارثية، وكذلك راح يلعبوا فيها مباراة قبل مباراة الجزائر والكاميرون، زيد لك التحكيم كل مباراة الذهاب كل أيام، يعني هم واحد عندك جوشوا بوندو خارج الديار والمساعدين تاعه يعني عندهم نوعا ما ماضي نوعا ما شبه سيء مع المنتخب الوطني الجزائري، اختاروهم بالواحد يعني ما تدخلش للراس وتقول لي باللي انه جات هذه صدفه. ياك حنا احتجينا سابقا نهار لعبنا المباراه المؤهله للدور الفاصل اعزائي الكرام كونتر بوركينا فاسو، وايضا احتجينا ضد جوشوا بوندو وقلنا للفيفا والكاف ما تزيدوش تعينوا لنا هذا الحكم. تفاجئنا بها اعزائي الكرام كي الكاف والفيفا عينتنا في هذه المباراه الفاصله.
ياك حنا احتجينا وقلنا للفيفا ما تجيش تختار لنا جوشوا بوندو محيه يعني من مباريات المنتخب الجزائري من الاساس، ولكن لقيناه ولقيناه وحصلنا فيه، احتجينا مجددا ورفضوا يعني الاحتجاج بتاعنا. وعندنا الدلائل، بروبلام عندك الدلائل بها تحتج، حرمنا من عديد من يعني من ضربة جزاء امام منتخب بوركينا فاسو، ويعني كان يعطي بطاقات حمراء وصفراء، عفوا صفراء، للاعبي المنتخب الوطني الجزائري، بالرغم باللي انه الخصم نتاعنا هو اللي كان يتعدى علينا وحنا ناخذ بطاقات بشكل غريب جدا. جوشوا بوندا الذاكره غريب الاطوار، وايضا اكدت تقارير اخباريه كثيره باللي انه يعني هذا الحكم دخول غير زكاره لعالم التحكيم، لانه ظلموا احد حكام يعني البوتسوانيين في البطوله البوتسوانيه، ذكر فيهم يعني ولا حكم، وحصلنا في حاليا. ربي يجيب الخير، ربي يجيب الخير، يعني الانصار هم اللي راه عاطيني يعني بعض الامل في هذه المباراه الفاصله، كي يروحوا يعني يروحوا بكثره الى الكاميرون. ربي يجيب الخير، ولكن يعني صراحه هنالك خبث كبير يحدث في الكواليس ضد المنتخب الوطني الجزائري من الكاف ومن الاتحاد الكاميروني لكره القدم. وكي نحكيو على الكاميرون، الكاميرون اعزائي الكرام راهم يعني دايرين تعاون مع سياسيين كبار وكذلك مع رجال اعمال فاسدين باه يدعموا المنتخب الكاميروني في هذه المباراه الفاصله. ويعني كي تشوف جوشوا بوندو اللي قادر يقبل الرشوه اعزائي الكرام، لانه تحسوا باللي انه يعني يقبل الرشوه نورمال، انا ما نتهمش الناس، ولكن يعني بقرارات غريبه كنا نشوفوها سابقا تخليني نامن باللي انه هذا يعني الانسان او هذا الشخص اعزائي الكرام فاسد، حكم فاسد. اوكي يعني الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعني راح يعمل تعاون مع رجال فاسدين، فالفساد راح يكون ضد المنتخب الوطني الجزائري. ربي يجيب الخير. ننتقل الان بدون اطالة اعزائي الكرام بما نكرهكمش في هذه النقطة الى الخبر المولي والذي يتعلق باشادة الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف اللي صدمنا اعزائي الكرام، اشاد بنجمنا الدولي الجزائري يوسف البلايلي والذي اكد قائلا اعزائي الكرام الكرة بين قدميه متعة يعني تسر الناظرين. هل ينجح يوسف البلايلي نجم المنتخب الوطني الجزائري في الصعود رفقة ثعالب الصحراء لكأس العالم القادمة؟ هذا سؤال موجه لي أنا شخصيا، يعني أجيبه بطريقة يعني الخاصة، بطريقتي الخاصة إن شاء الله. يعني يوسف البلايلي عندنا ثقة فيه كبيرة ومستواه دائما ثابت، وما تعملوش يعني على بطولة كأس أمم أفريقيا، لأنه المنتخب الوطني الجزائري يعني من حراسة المرمى حتى رأس الحربة كان سيء، كامل كنا سيئين في ديك يعني في بطولة كأس أمم أفريقيا. والله كان عندك كريستيانو رونالدو ما تدير به ولا شيء، ما تدير به ولا شيء. الناس اللي كانت يعني تطالب بأندي ديلور وقالوا باللي أنه أندي ديلور كي ما جاش للمنتخب الجزائري رانا خسرنا. المنتخب الجزائري من الآل الزاد كان سيء، الله غالب، واش راح تدير؟ ولكن حنا باغيين هذيك الروح ترجع للمنتخب الوطني الجزائري اللي كانت عنده سنة 2019 في بطولة كأس أمم أفريقيا. صراحة اشتقنا لتلك الروح اللي كانت تعطينا حماس كبير جدا. إن شاء الله تعود أعزائي الكرام تلك الجرينتا وتلك الروح القتالية فوق أرضية الميدان، وإن شاء الله تأهلوا إلى المونديال. وطبعا أعزائي الكرام هذا يعني هذا السؤال موجه أيضا لكم، واش متوقعين باللي أنه يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري سيساهم في صعود رفقة ثعالب الصحراء إلى يعني مونديال قطر سنة 2022؟ خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات. وخبر أيضا أعزائي الكرام عاجل هو أنه نجمنا الدولي الجزائري بغداد بورجاح اليوم سجل هدف يعني وذلك برأسية جميلة بطبيعة الحال، ولكن أقصية للأسف الشديد، حيث الدحيل تفوق على يعني نادي الصد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وطبعا سيضرب الدحيل موعدا في نهائي للغرافة يعني من أجل التتويج بكأس أمير قطر. يعني هذا النادي ويعني تفوق على نجمنا الدولي الجزائري الذي حاول تقليص الفارق يعني لنادي الصد القطري على نادي الدحيل القطري. يعني أنا يفرحني هذا الإنسان كي يعود إلى غريزته التسجيلية. إن شاء الله إن شاء الله إذا بالماضي يستدعيه ما راناش عارفين، هنالك أخبار تقول بلي أنه راح يضحيوا به، ولكن إذا راح يستدعيه إن شاء الله يكون عنده إنتاج فوق أرضية الميدان. هذا ما أتمناه لجميع لاعبي المنتخب الجزائري وليس فقط بغداد بورجاح. وطبعا كان هذا الفيديو اليوم، وأتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.